المحاضرات الثلاثة السابقة حكينا بشكل موجز ومختصر عن الحضارات السابقة لنشوء الحضارة العربية الإسلامية. تحدثنا عن حضارة وادي الرافدين أو حضارات وادي الرافدين، تحدثنا عن حضارة المصرية بشكل موجز جدا، وعن حضارة أو أهم المساهمات لحضارة اليونان. وحكينا أن هم يعني أبدعوا في الرياضيات وأبدعوا في الهندسة وأبدعوا في تأسيس النظرية الكوكبية، وفي الآخر حكينا عن مثال قياس ما يقال من أن اليونان قاسوا محيط الأرض من قبل إيراتو في سينيز، وبينا أنه لم يقم إيراتو سينيز نفسه بهذا العمل، إنما الأمر تم على عدة مراحل. ثم حكينا بشكل أيضا موجز جدا عن الطب عند اليونان، وقلنا أنه من تميزات حضارة اليونان اهتمامهم بعلوم الطب وتأسيسهم للتعليم الطبي، يعني كيفية التعليم الطبي. وسنرى لاحقا أن العرب أضافوا وعدلوا، وفعلا عملوا العرب والمسلمين عملوا نظام متقدم في الطب بالفعل. الآن سندخل إلى التأسيس، يعني إلى مرحلة، أول مراحل الحضارة العربية الإسلامية، كانت التأسيس للعلم والحضارة. التأسيس، والتأسيس تم بشكل منهجي مرتب سيستماتيك، بأنه أول شيء قاموا بترجمة ونقل العلوم الموجودة لدى الأمم الأخرى، اليونان والفرس والهند بشكل رئيسي. بس بالبداية هون عندي كلمة أريد أحكيها، وبنهاية هذا السكشن أو الشابتر راح أحكي أيضا كلمة أخرى. هون أريد أقول بصراحة، حتى الآن لم يفلح العرب المعاصرون من التوصل إلى تعليم أبنائهم في المستويات الجامعية العليا بلغتهم الأم، باللغة العربية. معظم المقررات العلمية تدرس بلغات أجنبية وهي الإنجليزية غالبا. على فكرة هذا الموضوع ممكن إذا تحبون نعمل محاضرة مناقشة عليه، أو جزء من محاضرة في نهاية الفصل chapter. يعني أفضل أنه إذا عندكم حوار أو رأي قولوا. يعني أنا هون في البداية سأتكلم بجملة منطلقات أعتقد أنا شخصيا أعتقد أنها ضرورية أن تقال، لكن إذا عندكم رأي آخر قولوا أيضا. زين. اثنين، من المؤكد أن التعلم باللغة الأم له تأثير كبير وله دور كبير في الإبداع العلمي. هذا ما فعلته جميع الأمم، ومنها أمتنا العربية الإسلامية في باكورة نهضتها، وهي كما سنرى شو كيف ترجموا العلوم إلى العربية، وصاروا بعد ذلك يكتبون ويبدعون باللغة العربية. هذا يقوم على مبدأ اكتشف حقيقة مؤخرا بالخمسين سنة الماضية أو المئة سنة الماضية، اكتشف أهل علماء اللغة لينغوستيكس، اكتشفوا أن اللغة وسيلة للتفكير وليست وسيلة للاتصال وحسب فقط. هي ليست وسيلة فقط للاتصال، يعني احنا نتصور انه اللغة مش اكثر من انه
أنقل لك أفكار وتنقل لي أفكار، وهاي هي واجب اللغة. لا، اللغة وسيلة للتفكير أيضا. فأنت عندما تكتب بلغتك العلم، فإنك تفكر بلغتك بالعلم، ولذلك قد تشتق طرقا جديدة في ذلك العلم. فأنت لما تكتب بلغتك وتؤلف بلغتك وتقرأ بلغتك، فإنك تفكر أيضا بلغتك، ولذلك كما قلت قد تبتدع، قد يساعدك ذلك على ابتداع واشتقاق طرق جديدة في التعامل مع المسألة، تختلف عن الطريقة اللي يتعامل بها شخص من أمم أخرى. وهذا ما حصل بالذات مع العرب والمسلمين عندما طرقوا العلوم الطبيعية في بداية أمرهم بالقرن الثاني الهجري والقرن الثالث الهجري، يعني القرن الثامن الميلادي والتاسع، بعد ما ترجموا التراث اليوناني أو ترجموا جزء كبير من التراث اليوناني. بعض العرب والمسلمين قالوا نحن لا نقبل بهذه المنطلقات اليونانية. حكيت لكم مثلا في موضوع العناصر الأربعة والطبائع الأربعة واعتماد التنجيم مثلا، المسلمين قالوا لا، نحن ما عندنا طبائع أربعة ولا عندنا عناصر أربعة لتكوين العالم، احنا عندنا رؤية ثانية. فمثلا أعطيكم مثال، وصل بعضهم مثل أبو الطيب الباقلاني إلى أن الأجرام السماوية يجب أن تكون من نفس طبيعة وتكوين الأرض. رفضوا التأويل أو التفسير اليوناني القائل بأن الأجرام السماوية هي أجسام أثيرية لا يعتريها الخراب والفساد والتغير. الفساد، كلمة فساد تعني التغير، لا يعتريها التغير، وإنما هي أبدية ثابتة هكذا موجودة، لأنها إيش؟ جزء من العالم العلوي. وإنما التغير والفساد والخراب والتحول يحصل لمكونات العالم السفلي اللي هو الأرض. المسلمين قالوا لا، ما في هيك شيء. وهذه كانت مسألة مهمة لحد الآن لم يثبتها مؤرخو العلم وفلسفة العلم وتاريخ العلم في الغرب. لم يقولوا إن المسلمين نفوا الطبائع الأربعة والعناصر الأربعة. لماذا طبعا هنا؟ لماذا؟ لأنهم لم يقرأوا تراث المتكلمين واكتفوا بقراءة منه تراث الفلاسفة المسلمين، ابن سينا والفارابي وابن رشد، وهؤلاء كما قلت في المحاضرة السابقة كانوا تبعا لليونان، يعني مشيوا على ما مشت عليه اليونان في هذه المسائل وهذه المنطلقات. قبل فترة لاحظت مثلا أن ابن ملكة البغدادي، واحد اسمه هيبة الله بن ملكة راح نحكي عليه بعدين، قال بأن الأجسام الساقطة سقوطا حرا نحو الأرض إذا كانت في الخلاء، يعني في الفراغ، يعني إذا شلنا تأثير الهواء، فإنها تسقط بنفس السرعة أو التسارع، وتصل الجسمين الثقيل والخفيف يصل إلى الأرض بنفس الوقت. هذا مخالف لأرسطو كليا. أرسطو يقول الجسم الثقيل يصل أسرع من الجسم الخفيف، ولم يشير إلى موضوع مقاومة الهواء أو عدم مقاومة، ربما أهملها، يعني يعتبر مش الموضوع مش مقاومة الهواء التي تؤخر الجسم الخفيف. يوم أمس كان أحد زملائنا أشار أنه قبل ابن ملكة لسه بحوالي 200 سنة، قبل هبة الله ابن ملكة البغدادي ب200 سنة، أبو علي الجبائي وهو متكلم واحد من شيوخ المتكلمين قال بنفس القول. وفعلا رجعت للمصدر ووجدت أنه يقول أنه إذا رمينا ريشة وكرة من الحديد في الفراغ
فإنها تسقط وتصل الأرض بنفس الزمن، لأن الإعاقة جاية من الهواء. منين جاب هالفكرة أبو علي الجبائي؟ جابها من أساس التفكير أو اللي راح نتعرض له بالمحاضرات القادمة، اللي هو مبدأ الذرية عند المتكلمين، إنه الأشياء ذرية وبالتالي العالم ذري، وجابها أيضا من تصنيفهم للعلاقات السببية في علاقة يسموها علاقة الاعتماد. الاعتماد هي اللي فوصل إلى هاي النتيجة الرائعة اللي كان غاليلي قد توصل إليها. وين؟ بال1500 أو 1600 وإشي، غاليليو يمكن 1630 ميلادي. هم قبل غاليليو بست قرون قالوا بنفس الكلام بالضبط. الآن من تقرأ كتب العلم وتاريخ العلم، غاليليو هو الذي خرج من تحت مظلة أرسطو، ليس غاليليو فقط. لماذا توصل العرب والمسلمون إلى هذا؟ لأنهم فكروا بالعربي باختصار، وفكروا كمسلمين أيضا. فهذا طبعا هناك تأسيس لغوي لعلم الكلام، يعني علم الكلام هو مو علم الحكي، علم الكلام هو علم الفيزياء والكيمياء والفقه والطب وكل شيء، هذا علم الكلام، كانوا يسموه علم الكلام. فاللغة وسيلة للتفكير وليست وسيلة للاتصال وحسب. هذا ما يقول به بعض المفكرون الفرنسيون المعاصرين كما قلنا، أو اللي بداية القرن الماضي، مثل ديسوسيي في علم اللغة العام، ولالاند في تعريفه للعقل في الموسوعة الفرنسية. لذلك تكون عاملاً مهماً في تطوير الوعي والإدراك، ولها الدور المهم في استيعاب والإبداع اللغة. إن القول أن لغة العلم، طبعاً هون عاد يجيك رأي معاكس، يقول لك لغة العلم والمعرفة السائدة الآن هي الإنجليزية، لكن هذا هل يمنع هذا من أن ندرس نحن بالعربية؟ لا يمنع. الأتراك يدرسون بالتركية وهم 70 مليون، ونحن 200 وشي مليون العرب ومش قادرين ندرس بالعربي. والأتراك جزء مهم أو كبير من مفردات لغتهم عربية. وكذلك الفرس 70 كمان 80 مليون يقرون بالفارسي. هذا عدا عن أمم صغيرة كما ذكر لي أحدهم أنه الهولنديين والهاي درسون بلغاتهم، وهم أمم صغيرة يعني. والسويديين يعني 7-8 مليون بني آدم، 9-10 مليون بني آدم يقروا بلغتهم في الجامعات. ولكن هنالك أيضا إتقان إلى اللغة الإنجليزية، وهم يتقنون اللغة الإنجليزية أحسن أفضل منا. أنا شفت حتى الأتراك، البارحة كنت في مؤتمر هون في عمان عن علم الكلام، وجدت أتراك يتقنون وهم آدابيين، يعني يتقنون الإنجليزية بشكل جيد جدا، ويلقون أبحاثهم باللغة الإنجليزية. فالقول بأن لغة العلم والمعرفة السائدة في العالم الآن اليوم هي اللغة الإنجليزية لا يمنع من أن نتعلم نحن باللغة العربية بنفس الوقت الذي نتقن فيه لغات أجنبية أخرى كالإنجليزية والفرنسية، وهذا ما تفعله الأمم الأخرى الأصغر منا حجما. كما أن عدم توفر المصطلحات، اعتراض ثاني أنه ما عندنا مصطلحات بالذات في العلوم الطبيعية والهندسية والحاسوبية، يعني ما عندنا مصطلحات وأننا مختلفون على المصطلح. هذا برأيي ليس عذرا، لأنه ممكن أن نتفق، وليس مبررا، لأنه ممكن أن نتفق على مصطلحات. لماذا لا تقوم جمعية أو مجمع لغوي كبير يترجم المصطلحات ويكون فيه
ناس من العراق إلى المغرب ومن عمان إلى الجزائر، ليكن يعني ولنجلس معا ونضع مصطلحات قوية ونعمل ريفيجن للمصطلحات، يعني بمعنى نطلع قاموس مصطلحات الفيزياء مثلا، وبعد سنتين نعمل ريفيجن فيرجن 2 فيرجن 3 ليكن، بس متفق عليه، او كل 5 سنوات نعمل إعادة نظر وناخذ آراء الناس يعني ربما انا كفيزيائي اقول لهم والله آسف انه هذا المقترح مثلا كلمة سكاترينج ما تعجبني، كلمة انعراج أفضل نستعمل تشتت سكاترينج وليس انعراج مثل ما يترجمها أخواننا السوريين مثلا. قد يأخذون وأكتب الأسباب لماذا، زين، قد أرى مصطلح ايجن فانكشن، ها الدالة إيش هناك يقولون الدالة الخاصة أو المميزة، أقول لهم هذا لا ي... لا ي... لا ي... ما يضبط، لأنه ايجن فانكشن المقصود بها الدالة المخصوصة، والمخصوص اسم مفعول، يعني لماذا؟ لأنه مرتبط بشيء اسمه اوبريتر يشتغل على الدالة، اوبريتر something working on the function to produce the eigen value مثلا بعد اشتغال، وما قضايا تفصيليه، فانا فيزيائي وانت كيميائي والاخر مهندس اتصالات يقدر يقول لهم انه هذا المصطلح ونعدل، يعني every 5 years نعمل ايش ريفيجن، مش صعب، ونعمم هذه المصطلحات ونلتزم بها لحين ما تخلص ال5 سنين، اذا صار ريفيجن نعمل ريفيجن وهكذا. وهنا يصبح شيء اسمه تطور المصطلح، وهذا موجود في كل الأمم، تطور المصطلح، يعني ليست المصطلحات قضية ثابتة ومنتهية في أي لغة من اللغات. لابد من قيام حركة ترجمة واسعة برأيي للعلوم الطبيعية والطبية والتكنولوجية على نطاق واسع من خلال مؤسسات رسمية تدعم هذه الأنشطة. طبعا هذا نشاط راد دعم دول يعني لكي يكون واسع الانتشار، وتنسق بينها وترعى نشر المؤلفات والكتب، وتنسق جهود التعريب على المستوى العام لكي يعطي ثمرته. هذا جربناه في العراق في السبعينيات، ربما أنا كنت من أوائل الذين كتبوا باللغة العربية في العراق، الذين كتبوا معلومات تخصصية، فأنا مثلا ألفت كتاب مدخل إلى النظرية النسبية الخاصة والعامة لما كنت طالب سنة ثانية فيزياء، وهذا الكتاب تم تقييمه بتحكيمه بأصول من أصول تحكيم الكتب الجامعية، وطبع في جامعته، واستعملت فيه مصطلحات ربما أنا ابتدعتها أو أنا، وقد كنت وقد يكون اجتهادي في اختيار المصطلح صائبا وقد يكون غير صائب، يعني ربما في مصطلحات أفضل منه، لكن حاولت. وفي السنة الثانية يعني اللي تلتها أقصد كنت ثالث فيزياء، ترجمت كتاب الجسيمات الأولية لمؤلفيه ديفيد فريش وألان ثورندايك، وكان كتاب جديد عن الجسيمات الأولية، وهذا موضوع أيضا تخصصي، لم يوجد في وقتها كتاب واحد حسب ما أعرف باللغة العربية عن هذا الموضوع، لم يكن. كمان عرض على قسم اللغة الإنجليزية في جامعة الموصل، وقام القسم بإبداء يعني ملاحظاته ويعني آرائه، كانت إيجابية غالبا وتعديلات هنا وهناك لا بد منها يعني، وطبع الكتابين عام 74، وكان الكتابان أول كتابين يصدران في قسم الفيزياء بجامعة الموصل. شوف بعدها وأنا طالب طبعا سنة رابعة كنت لما انطبعوا الكتابين، أساتذتي الأفاضل شدوا الهمة
لأنه قال كان طالب قاعد نشر الكتابين تأليف وترجمة، وإحنا قاعدين يعني مش شغلة يعني محرجة. فهب بعض الأساتذة بعدها إلى تأليف وترجمة الكتب. هذا جانب. جانب الآخر، الدولة بدأت ترعى أيضا النشر وتعطي بسخاء للمؤلفين والمترجمين. يعني في وقتها كانوا يعطون 10 دينار للصفحة، يعني $30 للصفحة. يعني إذا تعمل لك 100 صفحة 3000 دولار، يعني إذا تعمل 200 6000 دولار. 6000 دولار بوقتها يعني مبلغ باهظ يعني كبير، وهو يستحق ويستحق. ولذلك تجد أنه كثير من أساتذة الجامعة هبوا لإيش تأليف وترجمة الكتب، ليس فقط لأغراض علمية صرفة، بس لأغراض أيضا أنه حسن معيشته يعني. وهذا شيء جيد، لكن للأسف خمدت بعد ذلك، خمدت يعني بعض الشيء الهمة، وبسبب ضعف الدولة أيضا، ضعف ماليتها. وفي خلال الثمانينيات أو النصف الثاني من الثمانينيات، وبعدين توقفت تقريبا حركة الترجمة والتأليف، وهي لم تنجز مهمتها. يعني لسه في شوط كبير، يعني في سنة 99 قدمت مقترح، قبل أن أجي للأردن 98، مقترح لترجمة أمهات الكتب الفلكية، بأن تنشأ هيئة بإشرافي مثلا أو إشراف واحد غيري أحسن مني، ونترجم أمهات الكتب الرئيسية في علم الفلك إلى اللغة العربية، ولكن لم توجد الدعم المادي الكافي في وقتها. في هذا الفصل سنرى كيف عرب أسلافنا علوم اليونان والهند وفارس، وكيف تمكنوا منها ثم انطلقوا في نهضتهم الحضارية. يعني كثير من الناس الآن تتساءل ليش إحنا العرب متخلفين، ليش كذا. واحد يقول لك نظم الحكم، والآخر يقول لك الشعوب هم المتخلفين، الآخر يقول لك لغتنا عاجزة، الآخر يقول لك هو كلها هذه أسباب جانبية. يعني إذا وجدت الهمة وعرفنا السيستم، how to approach، كيف نتبنى الحضارة، كيف نتعامل مع الحضارة. والحضارة تشمل كل شيء بالمناسبة، بما في ذلك الدين. يعني الحضارة هي ليست فقط سيارات آخر موديل، ولا الكهرباء، ولا استعمال اللابتوب والكمبيوتر، ويكون عندي خلوي وكاي. مش بس حضارة، الحضارة كل شيء مجتمعي. النظم المجتمعية هي حضارية، الدين جزء من الحضارة، نظرتنا للدين جزء من الحضارة، وتعاملنا مع ثوابت الدين هو حضارة. على كل قد يسأل سائل، ما هي بواعث النقل والترجمة؟ ما السبب؟ لماذا انتبه العرب في عصر مبكر، يعني من بداية الدولة الأموية تخيل إلى، وهل كان هنالك سابق لذلك، سابق للنقل الحضاري؟ الجواب نعم. كان أساسا النقل يقوم على النقل الشفوي، وكثير من تراث الجاهلية، فترة الجاهلية يعني قبل الإسلام أقصد، كان تراث شفوي، جاء من الأمم الأخرى، جاءنا من اليونان تراث شفوي، جاءنا من الفرس كثير من التراث الشفوي، وجاءنا، لأن كما تعلمون ربما العراق كان محتل من بلاد فارس إلى سنة 16 هجرية، إلى سنة 16 هجرية تم فتح العراق وإعادته إلى الحظيرة العربية يعني والإسلامية. وهكذا وأنا قلت على فكرة بالمحاضرة الأولى مستندي في موضوع أنه العراق مثلا عربي وليس ينتمي إلى أمة أخرى. العراق عربي من زمان، من عهد البابليين والأكديين،
ليس العراق عربي من الفتح الإسلامي، العراق عربي من ذلك الزمان، البابليين والأكاديين والآشوريين هو عربي، لأنه هو متصل مع من؟ اتصال سهل سهل، ما في جبل، ما في حواجز جغرافية ضخمة، بين من؟ مع الجزيرة، الجزيرة العربية. لذلك كثير من الأقوام تنتقل إلى العراق في وقت كما قلنا وقت الاعتدال الجو، وتنسحب إلى الجنوب في وقت إيش؟ العصور الجليدية، العصور الجليدية. لكن لوجود الجاب الكبير ما بين فترة العصور الجليدية وعصور الاعتدال، ضاعت هاي الصلة ربما، وبين وكأنه الآشوريين والسومريين والبابليين والأكاديين هم ما لهم صلة بالعرب. بعد منين نزلوا؟ من القمر؟ يعني جو من كوكب آخر يعني؟ أما تقول لي طيب ليش ما متصلين مع فارس؟ بيننا وبين فارس سلسلة جبال زاغروس، حاجز ومانع طبيعي، وبيننا وبين الأتراك الأناضول سلاسل من الجبال. ولذلك لم يقوم أهل هذا البلد بالهجرة إلى تركيا أو الهجرة، أو بالعكس ما صارت هاي الحركة، ما صارت. فلذلك الانتماء بقي إلى الجزيرة. كذلك التعاليم الدينية، يعني كما تعلمون أرض الجزيرة وشمال الجزيرة بما فيها الشام وفلسطين والأردن انتشرت فيها الديانة إيش؟ اليهودية أولا، ثم المسيحية، وأسست دول مسيحية، يعني في الغساسنة في الأردن مثلا، في الكرك، يعني هذول عرب أقحاح، زين، المسيحيين عرب أقحاح، وفي فلسطين كذلك، وهم يتكلمون العربية ويكتبون بالعربية، وتعاليمهم الدينية كانت مشتركة مع من؟ مثلا مع الروم المسيحيين بالذات. ولذلك هم ينقلون من الروم ومن اليونان وعلوما. ولذلك كما أيضا تأكيدا لهذا الكلام سنجد منه جاء الزعم حركة الترجمة بالعالم الإسلامي في بداية الأمر، يعني وأول 100 و150 سنة، المسيحيين هم اللي تزعموا، يعني كان عندهم اوريدي الثروة اللغوية بالطرفين، اللغة السريانية واللغة ايش اليونانية واللغة العربية، وهم عرب، هم عرب اصلا. فالثالثة انه هناك معارف فلكية كانوا يحتاجوها المسلمين، سواء بالاهتداء بالنجوم، سواء بعلم التنجيم، مثل ابو جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور جاء أمر قال ترجموا كتاب السندهند بالفلك، هذا ليش؟ سيدهانتا يسموه، سيدهانتا سموه بالعربي السند والهند. بعدين ترجموا بطلميوس المجسطي، وترجموا إقليدس، وليش؟ احتاجوا لعلم الفلك، سواء كانت الحاجة لأن الخليفة يريد يتنبأ له بالتنجيم شو راح يصير معاه، أو سواء كانت لأسباب أخرى، فهي مثل كما قلت السير في الصحراء يحتاج أن تعرف الاهتداء بالنجوم، لأنه خاصة بالصيف حر نار، ما بتقدر تمشي، بدك تنام، وين تتمشي بالليل؟ طب وين الخارطة مالك؟ السماء، الخارطة عندك السماء، إن أجدت قراءة الخارطة لم تتب، وإن لم تجد الخارطة يعني تجد قراءة الخارطة فإنك تائه لا محالة. الحارث بن كلدة مثال، وابنه مش وإنه هاي وابنه تعلم الطب من جندي سابور في فارس، جندي سابور تعلم الطب، بالتالي لابد أنه كانوا يعرفون الفارسية ولا كيف؟ ونقلوا بعض المعارف الطبية العربية، هذا كله قبل الإسلام الحكي، بس كان ضعيف، يعني ما كان يعني ذاك الجهد المنظم سيستماتيك، لا
كان يعني البركة كيف ما أجت يعني. التجارة والقوافل التجارية كانت عامل أساسي في نقل المعتقدات والأفكار والمصطلحات، ومنها مثلا درهم، مثلا درهم، شو درهم؟ دراخمة باليوناني. ولحد الآن عملة اليونان هي دراخمة، هو الدرهم عرب. كذلك بعد فتح الإسكندر أي 333 قبل الميلاد و 323 في العراق والشام، انتشرت الثقافة الهيلينية والهلينستية بعد فتح الإسكندر لهذه البلاد وللشام ومصر وبلاد فارس، أيضا نقلت من التراث اليوناني الكثير. فكان هذه دفعت المسلمين إلى ضرورة النظر بجدية إلى موضوع نقل فكر السابقين اليونان والفرس والهند. السريان والفلسفة، سأعتمد على كثير من الكتابات التاريخية، وأنا لست مؤرخا، أنا مش اختصاصي التاريخ، لذلك لابد أن أعول على غيري في ما يقول. المصدر الجيد الحقيقة يعتمد في كثير من المساقات التراث هو عمر فروخ، كتاب عمر فروخ. الكتاب ضخم كثير، كبير، 600 صفحة ولا شيء، بدناش نفوت بكل تفاصيله لأنه يعني هيك بنضيع إن راد لنا مساقين ولا ثلاث. خلينا ناخذ إيش استلالات في أهم المسائل المتعلقة بتاريخ العلم عند العرب والمسلمين. من هذه الاستلالات علاقة السريان بالفلسفة، وكيف أن السريان تزعم وترجم الفلسفة. يقول: بدأ الاشتغال بالفلسفة بين السريان بعاملين أساسيين، الأول الدفاع عن النصرانية في وجه الوثنية الهلينية، وثنية، ورد بعض فرق النصارى على بعضهم، واهتم هؤلاء السريان بالمنطق وعلم النفس وعلم ما وراء الطبيعة، فتوفروا من أجل ذلك على نقل كتب أرسطو ونقل الشروح على كتب أرسطو. والغالب أن هذه النقول السريانية لم تكن سوى ملخصات لكتب فلاسفة اليونان في الأقل، وشروح على كتب أولئك الفلاسفة في يعني أحسن الأحوال، ولم تكن نقول السريان عن اليونانية خالية من الأخطاء والمغامز، فإن كثيرين من الذين اشتغلوا بالنقل لم يكونوا بارعين في العلوم التي نقلوا كتبها، ثم كان معظمهم يزيد في الكتب التي ينقلها ويحذف منها أو يبدل الجمل ومعانيها إذا كانت تلك الجمل ومعاني لا توافق رأيه. طبعا هذا صار وقع، لكن بعد كم من سنة تصحح لما صار الاهتمام بالنقل منظم ومرتب، وجابوا مترجمين أصيلين قالوا هذا كتاب الترجم فلان بزيادة ما موجودة في الأصل، أو فيه نقص لم يترجمه، أو فيه يعني في سوء فهم، وهكذا يصحح المسار. أنت لا تخاف من الخطأ، الخطأ إذا كنت سيستماتيك يصحح لاحقا، لا تخاف من أي عمل يعني تقدم عليه ويصير فيه أخطاء، ليكن لن تصح. ما هي بواعث النقل؟ بواعث النقل احتكاك العرب بغيرهم من الأمم مباشرة، هم كشفوا بدأ أن هنالك جاب حضاري وعلمي وفكري ومعرفي. طيب كيف بدنا نواجه هاي الشغلة؟ لازم تبطل العلوم. اثنين، حاجة العرب، هذا ما ولد طبعا حاجة العرب إلى علوم ليست عندهم من الأصل. الثالثة، أن القرآن حث على العلم، اطلب العلم ولو في الصين. الصين، طيب الصين مش مسلمين، لماذا أذهب وأخذ العلم من غير المسلمين؟ نعم تأخذ العلم، لأن الحكمة ضالة المؤمن،
أن وجدها التقطها، وهو حديث صحيح. أن وجدها الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها التقطها. فما في هذا الكلام اللي الآن دارج عند بعض الجهات والفئات والكذا، أنه هاي علوم غربيين وهاي علوم بدناش إياها وهاي علوم شرقيين وهذا إفساد للعقيدة. صحيح، العلم أساس الحضارة، وأدرك المسلمون هذا باكرا فعلا. والعنصر الخامس إن رعاية الخلفاء للنقل والنقلة، وكان أول النقلة وأول من شجع النقل والترجمة خالد بن يزيد الذي توفي سنة 85 هجرية، خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. كما تعلمون الدولة الأموية يعني تأسست في وقت مبكر، يعني بحدود 40 هجرية قتل الإمام علي بن أبي طالب الخليفة الرابع، قتل رضي الله عنه وأرضاه من قبل الخوارج. فاصطلح الحسن بن علي ومعاوية بن أبي سفيان على شروط، وأصبح معاوية رئيسا أو خليفة للمسلمين أميرا للمؤمنين. وبعدها توفي معاوية في حدود 59 يمكن أو هجري، وتولى ابنه يزيد، ويزيد حكم سنتين وتوفي فيما أعلم فجأة. فكان خالد بن يزيد يجب أن يعني يتولى الخلافة، لكن خالدا رفض تولي الخلافة وقال أنا أتجه إلى العلم والمعرفة، وذهب إلى مصر ودرس الكيمياء على يد راهب يقال اسكندراني اسمه مريانوس، وأمر بنقل كتب الصنعة أي الكيمياء إلى اللغة العربية. كما نقل ما سرجويه وهو طبيب يهودي، شوف انتبه على الأسماء يعني والصفة الدينية، يعني مش مسلمين النقل. يجيد السريانية كتبا في الطب لحساب منه عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز أعطاه جراند وهو لا يعرف أنه يهودي، وليكن، هذا علم، هذا ما يتعلق بيهودي ومسلم ومسيحي. العلم مفتوح للجميع، لا ينتمي العلم، ليس له دين، الفكر له دين. ممكن ميز بين الفكر والعلم، الفكر له دين، تفسيرات العلم لها دين. ممكن. استخدامات العلم لها دين. ممكن. مثل ايش استخدامات العلم؟ واحد ممكن يستخدم الجينيتيكال انجينيرينج، الهندسة الجينية، في أعمال غير مشروعة علمية دينية عند بعض الأديان، وقد تكون مشروعة عند أديان أخرى، وقد تكون لا مشروعة حتى إنسانيا، ما مشروعة إنك مثلا تخلق جراثيم مضرة بالناس من الهندسة الجينية. فتطبيقات العلم لها دين، الفكر له دين، تأويلات العلم لها دين، لكن العلم نفسه، إنتاج العلم والعلم وطريقة البحث العلمي ليس لها دين. هذه معلومة مهمة أيضا في هذا الصدد. أول نقل في الدولة العباسية قام به ابن المقفع. لاحظ هون السنين، بالمناسبة بعض السنين مهمة، مثل سنة خالد بن يزيد، يعني أصلا توفى 85 هجري، 704 ميلادي، يعني مبكر. كذلك ابن المقفع 142 هجري، 759 زين ميلادي. واتسع النقل في عهد أبو جعفر المنصور المتوفى 158 هجري، وأصبح في رعاية الدولة. واستمر ذلك الأمر وتوسع في عهد الرشيد هارون الرشيد وابنه المأمون الذي انفتح تماما على العلم والفلسفة والفكر والأدب والثقافة، وعقد المجالس الكبرى في ديوانه في قصره. كل يوم كان عنده إيش محاضرات وندوات، هو المأمون
ويحضر هذه المحاضرات بنفسه، ويقعد مش بس يقعد بالافتتاح، يقعد المحاضرة كلها ويناقش أحيانا، يعني يؤدب أيضا بعض المحاضرين الذين يطلعون عن زين. ويقال أن المأمون عندما انتصر على الروم فرض عليهم غرامة مالية، لكنه استبدلها بعد ذلك، قالوا له في عندهم كتب، هذول شو بدنا بالمصاري، احنا عندنا مصاري كثير، خلي يجيبون الكتب اللي بالسراديب، عندهم كتب على فكرة كانت بالسراديب، وللأسف كانت الكنيسة قد حجرت عليها، انه قالوا هاي كفريات كفريات، ما شيلها، حطوها بالسراديب، ما حرقوها، منيح انه ما حرقوا. فجاء المأمون قال عندكم كتب كورة بالسراديب، شو يعني اعطونا اياها وبلاش تدفعوا جزية وتدفعوا الضرائب هذه. فكيفوا طبعا، هذا بده ياخذ ورق معفن، هيك يمكن حكوا الروم، بده ياخذ ورق معفن، خلي ياخذ يخلصنا منه. وجابها وحطها ببيت بيت الحكمه، اسس شيء اسمه بيت الحكمه، وبيت الحكمه انتدب له مترجمين ونساخ ومصححين وفراشين وكل شيء، خدم كما سنرى بعد ذلك. نعم تفضل. اتجاهات النقل وطرائقه، بدأ النقل بالكتب العملية لا بكتب الفلسفة النظرية، فبدأوا بنقل كتب الرياضيات والفلك والطب، واعتمدوا لذلك طريقتين، طريقة اللفظية اللي هي طريقة يوحنا بن البطريق وعبد المسيح بن النعمة الحمصي، وهي الطريقة الحرفية، هذول ينقلون حرف، قاموس عنده، قاموس هون بتطلع على الكلمة معناها ينقل، بس هاي كلمة بكلمة، هذا أسلوب رديء يعني ما يعطيك الفكرة أحيانا، ويكون غامض. ونقلوا من اليونانية وإلى السريانية، ومن السريانية العربية، لسه صارت الشغلة يعني معجوقة أكثر كما يقال، معجوقة. ما الطريقة المعنوية أفضل، وهي طريقة حنين بن إسحاق وابنه، وإسحاق بن حنين وجماعة وقرايبه، كان في عنده قرايب كلهم شغالين، حوائل شغالين بالترجمة والنقل، وتكون بأخذ المعنى كاملا، معنى الجملة الكاملة، ويترجمها بالعربي، هاي أفضل كثير، مثل ما أنا أعمل الآن، أنا من أترجم بهذه الطريقة. وحتى عندما عملت كتاب ترجمة الجسيمات الأولية عملت هيك على فكرة، ولا كانت تطلع الترجمة سيئة لو أخذت كلمة بكلمة. طبقات الناقلين، كان أغلب النقلة من السريان، لأن اللغة السريانية كانت في ذلك الحين لغة أهل العراق والشام، وأعتقد السريان هم مسيحيين أرثوذكس يعني، وموجودين في سوريا كثيرا بلاد الشام يعني، وحتى في الأردن فيما أظن. كان منهم أيضا آل ماسر جويه، وذول يهود زين، وآل حنين بن إسحاق وآل بخت الشيوع، وكانوا نصارى، وآل ثابت بن قرة الحراني، وهم صابئة. شايف كيف تقوم الحضارة؟ الحضارة ما تقوم على سينجل إثنيك ماينور يعني ماجوريتي فقط، سينجل إثنيك ماجوريتي مش بالضرورة، الآخرين يبنون حضارتك وكونوك، لأنه ينتمون، المهم الانتماء، المهم أنت تشعر أنت مثلي، أنت مثلي بغض النظر إذا كنت أنت تنتمي إلى الدين فلاني أو العلاني، في مواطنة نحن مواطن. بالعبادات كل واحد يروح على معبده، واحد يروح على المسجد، والآخر يروح على الكنيسة، والآخر يروح على الكنيسة أو السينجوج، ها علاقة بينك وبين ربك، هناك تقوم تدز مسجات لربك، وربك يدز لك مسجات، وشوف ايش يصلك
أما بالجامعة وبالعالم ما دخل، صح ولا لا؟ نلاحظ كيف أن غير المسلمين العرب كانوا يعيشون في تآخي المواطنة مع المسلمين، وساهموا في تأسيس الحضارة العربية الإسلامية. بينما هون عندي ملاحظة صغيرة، بينما لما تجي وتفتش في خبايا التاريخ تجد مشكلة عند بالعصر العباسي بالذات، الزندقة. تعال جاي، شو الزندقة؟ الزندقة نفاق كان بعض المسلمين من القوميات الأخرى، مش من الأديان، مسلمين هم، يقعدون يدسوا ويزوروا، وكان أكثر ذلك يأتي من الفرس. ليش؟ طبعا في مبرر، يعني احنا يجب أن نكون كمان منصفين، مش بس نرفض الشيء، نقول أسبابه شو؟ أسبابه أنه فارس كانت دولة عظيمة، وكانت حضارة وإمبراطورية وصلت إلى مصر. اجوا هذول الأعراب، هكذا ينظرون هم للأمر، اجوا الأعراب من الجزيرة العربية وكسروا بلاد فارس واحتلوا طاقة كسرى ومدينة المدائن، مدينة المدائن في جنوب بغداد، وهدموا طاقة كسرى وقصر كسرى، ودخلوا دشوا بعد على بلاد فارس العظيمة واحتلوها. بعد فترة يعني بعض الفرس قالوا شو هالعربان هذول، يعني احنا هسه جايين ينقلون ويترجمون ويتعلمون شو الحضارة، خلينا احنا ان نتجه ونبين في عمليات النقل والترجمة، نبين فضل فارس وبلاد فارس وحضارة فارس. بعضهم راح تعسف، راح زيادة، وصار يزور وصار يكتب على العرب كتابات سيئة مثل ابن المقفع وغيره، وهذول سموا الزنادقة. وبعضهم لم يكن مؤمنا حقيقة، بل هو مسلم ظاهريا وثنوي، يعني يؤمن بالديانة المانوية الثنوية الفارسية والزرادشتية، اللي تؤمن بوجود إلهين، إله للخير وإله للشر، يزدان وأهرمن، إله الظلمة وإله النور. فهؤلاء بدأوا بالدس، شايف؟ بينما لم نجد دسا من المسيحيين أو حتى اليهود، ما في حسب علمي، اللي يلاقي إشي خلي يجيب لي إياه. زين، ليش؟ لأن هذول يشعرون أنه هم عرب، هم عرب، هم من هل البلاد وأهل البلاد، هذولاك يشعرون أنه مش هم، يعني هم بالعكس أمة عظيمة وانكسرت. لاحظون هذا تبرير أو تفسير لربما بعض التوجهات المنحرفة في عند غير العرب. وانظر كيف كان المسلمون يثقون بغيرهم من الملل الأخرى ويتعاملون معهم أيضا بأحسن المعاملة. كثير من أطباء القصر العباسي كانوا يهودا أو مسيحيين، حد يسلم حاله الواحد يهودي؟ كان، نعم، لأن ما كانت المسألة مسألة إثنية، وكانت إنسانية، الطبيب كان يقوم بواجبه الإنساني. النقل عن الهند بالحقيقة كما قلت سنة 155 هجرية، أمر المنصور أبو إسحاق الفزاري بتلخيص كتاب عن حركات الكواكب، وقام الفزاري بعمل زيج. شو هو زيج؟ تقويم فلكي. الزيج هذا بالخيارات ممكن يجي، هو تقويم فلكي، هو مو جداول رياضية، ولا هو يعني ممكن تجيب أشياء خيار عليه، هو تقويم فلكي الزيج على سني العرب. ألف الفزاري أيضا كتاب العمل بالاسترلاب، والاسترلاب هو جهاز حاسوب ميكانيكي، باختصار حاسوب فلكي ميكانيكي، كمان خذوا هذا التعريف.
ما هو الاسطرلاب؟ زين، مسطرة لقياس ارتفاع المباني؟ لا، الاسطرلاب هو حاسوب ميكانيكي فلكي، بس لا يستعمل فقط في الفلك، يستعمل حتى في قياسات أرضية، سأشرح لكم عنه لاحقا ونشوفكم صور عنه. هكذا نجد أن العرب حولوا إيش النظرية إلى عمل مباشر. ها، نقطة مهمة، تحول النظرية إلى عمل، ما تحول النظرية إلى عمل تصير شغلة سفسطائية، يعني تصير إيش، كله حكي بحكي، تصير نقاش بنقاش، حوار بحوار، وين بالسوق، شو شغلنا بالسوق، شو شغلنا بالعمل، بالبناء، بالاكتشاف، بالمستشفى. إذا ما نحوله إلى عمل شو صار، شو استفدنا؟ علم كثير وصنعة قليلة، ها؟ ما تعني شيء. تحويل النظرية إلى عمل، هذه من أبرز سمات التقدم الحضاري عند العرب والمسلمين. عند أمم أخرى ربما مختلف الأمر، يعني على فكرة، يعني مثلا الصين في ذلك العصر كان عندهم علم هائل بس عمل ما في، أو نسبة قليلة تذهب إلى العمل. شايف، هذا فرق نوعي. الهند رائعين في الحساب والرياضيات، ولا بس وين وظفوه؟ ها، وعلوم العدد، بالتنجيم، وظفوه بالتنجيم بس، ها، يعني معلمين آخر حلاوة بالتنجيم، ولكن تعال على الشغلات الأخرى ما كثير استفادوا، ما استفادوا منها كثيرا. المسلمين رأسا حولوها إلى هندسة وري وكري الأنهار وبناء وتطوير ومزارع ومساحات وحسابات مالية وإلى آخره. من أشهر النقلة حنين بن إسحاق، حنين بن إسحاق، هذا طبعا تاريخ الوفاة 194، مش بالضرورة تحفظوه بس تعرفون يعني، درس الطب على يوحنا بن ماسويه، وزار الإسكندرية وفارس، أعتقد هون في خطأ، والروم على كل. وقيل أنه ترأس بيت الحكمة، يعني هو حنين بن إسحاق ترأس بيت الحكمة. طبعا عنده وصايا لطيفة في قضايا الطب، واجتزأت منها الكلام الموجود. ثابت بن قرة الحراني، هذا أيضا من كبار النقلة اللي ساهموا بالنقل. هذا حران، وين حران؟ شمال سوريا، شمال سوريا، المنطقة بينها وبين تركيا تسمى حران، وتشمل الرها وأورفا، أورفا موجودة معلومة الآن في شمال العراق، شمال العراق يعني بالحياة بتركيا، أورفا بتركيا، وينسب إلى إليها شخص يقال أورفلي، 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 عفوا، أورفلي، في عائلة في بغداد الأورفلي، وكانوا على دين الصابعة. طبعا هو حاط بين قوسين الوثنيين من عبثة النجوم، هم ليسوا وثنيين الصابعة، يعني هذا عمر فروخ حاط العبارة، أنا لا أرى أن الصابعة وثنيين، هم من أهل الكتاب والصابئين، شخصهم القرآن، والصابئين هذول أهل الكتاب، من آمن بالله واليوم الآخر فأولئك لهم أجرهم عند ربهم، صح؟ وكان ثابت بن قرة في أول أمره يعمل بالصيرفة في حران، ثم انتقل إلى بغداد ودرس الرياضيات، قضايا تاريخية، وعاد بعدها إلى حران ليكون زين. والمهم أنه هذا الاسم هو من الأسماء المهمة جدا، ليس فقط في الترجمة، وإنما له
مساهمات في علم الفلك. قسطة بن لوقا البعلبكي، هذا الرجل يوناني الأصل، ولد في بعلبك وشب هناك، وذهب إلى بلاد الروم لطلب العلم، ثم عاد إلى بغداد ومعه تصانيف يونانية كثيرة فنقلها إلى العربية. وفي أواخر حياته ذهب إلى أرمينيا وتوفي هناك في أرمينيا. قسطة بن لوقا كان مقتدر بالرياضيات والفلك والموسيقى والطب وعلوم كثيرة والمنطق أيضا، والمنطق، وهو الذي ترجم كتاب الجبر، الجبر أظن لأبولونيوس. كان من نتائج النقل اتساع الثقافة العربية بما دخل عليها من ثقافات الأمم الأخرى ومناحي تفكيرها، وكان منها أيضا الاطلاع على علوم لم تكن موجودة أصلا أو معرفة لدى العرب معرفة واسعة، وأتاح لهم الفرصة لتأدية رسالتهم العالمية وتطوير الثقافة الإنسانية. وأحدثت النقل، نقل المعرفة يعني ونقل الثقافة، تحولا فكريا واجتماعيا هائلا في المجتمع العربي الإسلامي، وحتى في عاداته وحتى في ممارسته للحياة، ونتجت عن دراسة علوم الأمم الأخرى. ومثلت لكن الأفكار المنقولة أيضا مثلت تحديا للثقافة العربية الإسلامية، مما شحذ الهمم لإنتاج نظرية معرفية جديدة. كما قلت في بداية، لما قاموا يفكرون بالعربي، ها قال لك لحظة، احنا وين احنا؟ هذا الكلام اللي منقول من اليوناني والمنطق اليوناني وأسس التفكير الفلسفي اليوناني مش ضابطة معنا كمسلمين. بالضبط. لماذا؟ لأنه مثلا أعطيكم مثال، الثقافة اليونانية الفلسفية السائدة تقول بقدم العالم، أن العالم قديم، أن العالم لا بداية له باختصار، أن العالم لم يبدأ، العالم موجود هكذا إلى ما لا نهاية، كان وسيبقى. المسلمين يقولون لا، الله خلق العالم، وإذا كان قد خلقه فالعالم محدث، وهذا ضد القديم. والقول بأن العالم قديم والله قديم أصبح أمامنا قديمان، الله والعالم، هاي مش مظبوطة، أصبح العالم شريك لله ضد فكرة التوحيد. مثلا هذا كمثال، لأن في منطلقات أخرى ومبادئ أخرى. فقالوا لا، العالم محدث، بس كيف بدنا ندلل على أنه محدث؟ فاتخذوا واشتقوا طرق فلسفية فكرية، لا أسميها فلسفية لأنها تختلف في المنهجية تماما عن منهجية اليونان، واستحدثوا إشي اسمه علم الكلام الإسلامي. من نتائج النقل أن الحضارة، وسأتكلم ربما بالمحاضرة الجاية عن علم الكلام بشيء من التوسع يعني، لتأخذوا النظرة أيضا السبب، لأنه ما كثير مكتوب عن علم الكلام بشكل مبسط، ولكن أنا خلال 25 سنة الماضية قد بذلت جهدا لا بأس فيه بفهم علم الكلام، وألفت في ذلك، وعملت أيضا أبحاث محكمة علمية في هذا الصدد، فصار عندي ثروة كويسة في علم الكلام أقدر أحكي يعني عنه. ارتقاء الحضارة العربية في الحياة العملية وتطوير وسائل الحياة، يعني كثير اتطورت وسائل الحياة ووسائل المعيشة خلال هذا النقل، وكما تطورت اللغة العربية واتسعت لدخول مصطلحات جديدة ومفاهيم جديدة إليها، حتى اللغة نفسها استفادت.
كما تمت الاستفادة من المقاييس والمدارك الأجنبية في معالجة بعض المسائل الشرعية واللغوية والمنهج المنطقي والبراهين. فمثلا في علم أصول الفقه صار المنطق آلة من الآلات التي يستخدمها إيش فقهاء المسلمين، وهو منطق الصوري، منطق أرسطو يعني. وكانوا يدرسون المنطق في للطلبة الفقه زين. ولكن كما قلت دائما شيء يصير تحدي هنالك من صحح هذا المنطق، منه مثلا الشيخ أحمد بن تيمية في القرن الثامن الهجري قام بتصحيح المنطق، أو لنقل نقد المنطق الأرسطي نقدا في كتابه نقض المنطق، وفي كتاب آخر نعم عدم تعارض العقل والنقل، عدم تعارض العقل والنقل أيضا تطرق إلى هذا. كذلك توسعت المهن والحرف، مهنة الوراقة مثلا ما كانت مهنة موجودة عند العرب قبل الإسلام، انه مكتبتي يعني عنده مكتبه ويعمل نسخ للكتب وتجليد وما في، والاستنساخ والتدوين واقامه المكتبات والمنتديات العلميه والفكريه، هذا شيء ما كان موجود بالحقيقه عند العرب والمسلمين قبل الاسلام، عفوا عند العرب قبل الاسلام. لكن هنالك آراء في قضية سيئات عملية الترجمة، في آراء وجيهة بهذا الصدد تقول أنه هنالك سيئات في النقل، منها النقل بالذات من الفلسفة اليونانية بالأخص، منها عجز الناقلين عن الإحاطة بالموضوعات التي كانوا ينقلونها، يعني أنا أسميها تكنيكال، لا السيئات تكنيكال، كانوا لا يعرفون بالمصطلحات، كانوا يخطئون أحيانا في النقل، في الترجمة، في اختيار الكلمة المناسبة، بعض الأحيان كما قلنا يترجمون من اليونانية إلى السريانية ومن السريانية إلى العربية، ودائما أي نص تنقله من مثلا من الألماني إلى إنجليزي، من إنجليزي إلى العربي، يعني يصير بتشويه غير قليل أحيانا. طمع بعض الناقلين في التكسب بالنقل، حتى كانوا ينقلون الفصل الواحد من الكتاب ويسمونه كتابا، فهذا أحدث تشويش، يعني يأخذ فصل شابتر ويقول هذا كتاب كذا، وأحيانا ينطي اسم مخالف للاسم الكتاب الأصلي زين، وينسبه إلى المؤلف أو غير المؤلف أحيانا، أو يبدلون أشياء يسيرة في كتاب منقول ثم يبيعونه على أنه نقل جديد وترجمة جديدة، يعني الحية الموجودة الغش موجود دائما بكل مكان وبكل زمان، حتى بالنقل والترجمة صار غش بسبب التكسب، لأنه كما سنرى لاحقا أن بعض الأثرياء صار يشتري الكتاب مبالغ طائلة يعني، ويبحث عن الكتاب النادر والكتاب الذي ليس له نسخ كثيرة، فيجي واحدهم يعمل له بليلة أو ليلتين كتاب مرتب من هون ومن هون ويقول هذا نادر، هذا نادر روح لقي لي مثله، فيبيعوا إياه ب200 درهم، وإذا هو ما يسوى له 10 دراهم، أو ينسبون كتابا إلى غير صاحبه كما فعلوا بكتب أتولوجيا نسبوه إلى أرسطو وهو بالحقيقة لأفلاطين، وهذه مشكلة كبيرة سوت بالفلسفة والفكر العربي الإسلامي عند الفلاسفة الفلسفي، الفكر الفلسفي حتى ابن سينا أخذ من أفلاطين بلوتينوس ويقول إنه هذا من أرسطو، ولذلك صبغت الفلسفة الأفلاطينية فكر مثلا كمان الفارابي
نظرية الفيض. أرسطو ما عنده فيض، أخذوها قالوا مال أرسطو، هي مش أرسطو. ربما سأتوقف هنا لأترك بعض الوقت إذا عندكم تعليق أو مسألة. كما تلاحظون أنا دائما أترك بعض الدقائق لكم حرية إبداء الفكرة والرأي والسؤال، فأتوقف هنا.